دلوقتي هبدأ اكسس قرآن، المفروض تدخل على المين منيو، مفيش اعدادات برنامج ولا اي حاجة ولا سكرين ريزوليوشن وورنينج ولا اي حاجة. ظهر القائمة الرئيسية، وان شاء الله ده هيكون الفيلم بتاعنا الجاي، ان انا همشي معاكم في كل زرار من دول واشرح لكم بالظبط هو بيعمل ايه. لكن دلوقتي انا هقول لكم اوفر فيو من غير ما ادوس على الزرار ده فايدته ايه بالظبط. كل زرار لو تلاحظوا، بس من قبل ما اقول لكم على الزراير، تلاحظ التول بار ده دايما هيبقى موجود لاي شاشة هتفتحوها اللي فوق ده كله. اي وقت انا عايز اروح للمين منيو اللي هي القائمة السيدي دي، ادوس الزرار ده هيقوم وديني ليها وهيفتح، هيبدأ لي اكسس قرآن من الاول ويقوم راجع لي تاني للمين منيو زي ما انتم شايفين دلوقتي. والزراير دي كلها بشرحها لكم كلها واحد واحد بعدين، لان هم زراير مهمة يعني، لكن مش شرط ان انت تعرفها قوي كلها عشان تستخدم اكسس قرآن. لكن انا حطيتها للبروفيشنالز اللي هم عندهم خبرة جامدة بقواعد المعلومات وعايزين يعملوا شغل يعني كبير قوي باكسس قرآن، والزراير دي هتنفعهم. فانا هبدأ معاكم بالزراير المهمة اللي هي الزراير دول، 12 زرار، اربعة في كل سطر. طبعا طالما 12 زرار يبقى انا كده بستخدم على طول شورت كات الفانكشن كي ليه. وهتلاحظ لو حطيت الكرسر عليه من غير ما ادوس تقول لكم ده دوت F1 الزرار ده، F2 اللي هو الفانكشن 2 على لوحة المفاتيح. يعني بدل ما تدوس تمشي بالفارة بيسموها بالعربي متهيألي الماوس يعني، وتقوم دايس عامل كليك، انت ممكن تدوس الشورت كات دي، انت عارف دي هتبقى F1، دي هتبقى F2، دي هتبقى F3، F4، 5 لحد 12 اللي هي بتخرجك من اكسس قرآن. يعني مثلا لو هديكو مثل على الشورت كات، الزرار اللي هو بيقول فيرجن هيستوري، الشورت كات بتاعته F11. يعني لو دوست على لوحة المفاتيح F11 المفروض تفتح لي على طول الفيرجن هيستوري. وزي ما انتم شايفين بالمره اشرح لكم بقى ايه موضوع الفيرجن هيستوري ده. ده هيبقى تراك ريكورد لكل الفيرجنز اللي انا هعمل ليها ريليس واللي انتم هتركبوها عندكم. زي ما انتم شايفين اول فيرجن انا عملتها بدات فيها يوم خمسة، عملتها ريليس يوم 25 يناير يوم الثوره المصريه في سنه 2009، يعني قبل الثوره بسنتين بالظبط. وعملت كام فيرجن كانت كل في الوقت ده من يناير 2009 لحد فبراير تقريبا، كنت عمال اعمل اكسبيرينس واتعلم واشوف ايه اللي ممكن اعمله باكسس قرآن وايه اللي ممكن استخدمه كده. وبعد كده قعدت مدة سنتين بلم معلومات وكده وبعمل بجرب حاجات، ورحت جاي في الشهر اللي هو المفروض يناير يوم ما هعمل ريليس السوفت وير يوم 3/1، ده اللي هو الفيرجن 5 اللي انا بستخدمها دلوقتي معاكم. في زرارين هنا، زرار الهوم ده طبعا زي ما قلت لكم هياخدكم F12 دايما للمين منيو القائمة الرئيسية. لو دوست F12 دلوقتي او دوست الزرار هياخدني للقائمة الرئيسية. الزرار اللي جنبه اللي هو F1 لو الشورت كات بتاعته تشيك فور نيو فيرجن، فلو عايز اشوف اي نيو فيرجن ممكن برضو اعمل نيو فيرجن من السكرين دي اعمل تشيك. فلو دوست عليها هي دلوقتي المفروض بتعمل تشيك وقالت يور اكسس قران فيرجن 5 از اب تو ديت. نعم دلوقتي انا عايز اروح باك للقائمه الرئيسيه، ادوس F12 خدتني باك. فكل زرار زي ما انتم قلت زي ما قلت ان دي شورت كات بتبقى سهله قوي عليكم ان انتم تدوسوا الشورت كات. انا عامل كل الزراير، انا مدمن زراير في برمجتي وفي البرامج اللي بعملها، فهتلاقوني دايما بستخدم زراير كتير يعني اسهل لي من ال من من يعني بالنسبه لي اسهل لليوزر ان هو يلاقي زرار يدوس عليه. فكل الزراير اعمل لها شورت كات، يعني زرار على لوحه لوحة المفاتيح انه هو يعني كأنك بتدوس الزرار ده، كل زرار هيبقى ليه رقم او حرف تدوسه او فانكشن كي عشان تاكسس الزرار زي دول مثلا ال 12 F1 لحد F12.
وانا هبدا معاكم دلوقتي اشرح لكم كل زرار بسرعه. العربي القران ده اللي هو هيبقى دايما للناس اللي بيتكلموا عربي وبرضه هتوريكم معلومات انجليزي، بس هنا التعامل مع القران دايما هيبقى بالعربي، مش هيبقى باي حاجه فيها خالص انجليزي، حتى ارقام السور والايات هتبقى بالعربي. يعني عن طريق السكرين دي هتقدر تزود نوت، هتقدر تزود سيرش تاجز، هتقدر تدور على اي كلمة على اي جملة، هتقدر تربط ايات ببعضيها، هتقدر تسمع بالام بي 3 للايات اللي انت عايزها، هتقدر تعمل بوك ماركس. بصراحة يعني فيها كمية كبيرة من الفانكشناليتي. هي دي السكرين بتاعتي انا اللي انا بستخدمها اكتر الاوقات بصراحة. يعني السكرين التانية اللي هي قرآن ترانسليشن، لما انا خلقت صممت اكسس قرآن من سنة 2009، انا كنت فاكر هعمله انجليزي وعربي بس، فكان الزرار ده كان اسمه انجليش ترانسليشن، لكن انا بعد كده ما فكرت وقعدت لقيت ان انا ممكن ادخل اللغات التانية، فقررت ان انا ما ينفعش يبقى اسمها دلوقتي انجليش ترانسليشن، لان ممكن واحد تركي مثلا هيبقى عايز القرآن ترانسليشن بتاعته تبقى التركي، فما ينفعش. فعشان كده سميتها قرآن ترانسليشن. هي تقريبا نفس السكرين زي العربي القرآن بالملي، مع فرق بسيط طبعا ان دي باللغة بتاعت اللي هو مختارها اليوزر ودي بالعربي، وطبعا عشان العربي فيه فرق شوية في السيرش وكده، فهتلاقي فيه فرق بسيط، لكن 95% السكرين دول تقريبا زي بعض. فلو لا اتعلمنا دي هنقدر نتعلم دي بكل سهولة. القرآن ووردز دي انا فنطت، كتبت برنامج صغير يفنط كل ايات القرآن، كل كلام القرآن بالترتيب، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هتتحول لاربع كلمات، بسم والله والرحمن والرحيم، وبالترتيب كده. وفضل البرنامج يمشي مع كل الايات من الاول للاخر لحد ما فنط لي كل كلمات القرآن. طبعا في حاجات ما قدرتش افنطها، زي مثلا لما حرف العطف واو يجي الكلمة وراها على طول من غير ما يبقى فيه مسافة، فكده بقت والذين مثلا هتبان كأنها كلمة واحدة، بس ده ما فيش مشاكل يعني بالنسبة لي، بس كان مهم. انا عملت كده بالحروف بالقرآن بالتشكيل من غير التشكيل، يعني نبص على الكلمات منفصلة بالتشكيل ومن غير التشكيل. لو انا الفكرة اللي جات لي من هنا ان انا لو عزلت كلام القرآن كله، كل كلمة في ريكورد يعني كسجل داتا قاعدة معلومات يعني في ريكورد، يبقى انا كده هتسهل لي حاجات كتير في السيرش، وفي يعني بصراحة هتفتح عالم قدامي جديد. فانا قلت بدل ما اعملها بيهاند ذا سين يعني من ورا بس، انا قلت احطها لكم برضو، لان وزودت عليها شوية فانكشناليتي هتخليكم برضو تدوروا على كلمات بسرعة وتقروا الايات بسرعة وتسمعوها بسرعة. موجود جميلة بصراحة يعني عجباني. الزرار اللي بعد كده اللي هو F4 Words Letters Count ده هنعد، كل هدفها انها تعد الارقام والحروف، وهتقول لنا برضو نتيجة القسمة على 19، وانا دخلت فيها جدول المهندس عدنان عشان ما ينفعش احنا كل شوية واحد يجي يقول لنا يا جماعة كلمة مش عارف ايه ظهرت 85 مرة والكلمة اللي عكسها ظهرت كمان 85 مرة، انا بقى المفروض بقى اعمل انا ايه دلوقتي؟ اقول له يا انت 100 100 مبروك وبتاع وافرح له، ولا واخد كلامه ثقة يعني، ولا انا واروح بقى ابدا انشر الكلام ده انا بعديه يعني، واروح اقوله للناس؟ يبقى انا لو الكلام ده غلط يبقى انا اشتركت في نشر الغلط. خلوا بالكم يعني، وانا شايف ان دي مشكلة كبيرة بيرتكبها معظم المسلمين، بينقلوا الكلام زي ما بيسمعوه تمام من غير ما يفهموه ومن غير ما يتحققوا ان هو كلام حقيقي، وانا ده ضد مبدئي في الحياة كلها بغض النظر بقى قرآن مش قرآن اي حاجة في الحياة، ده مبدئي من وانا عيل صغير ان لازم اتحقق من اي حاجة اي بني ادم يقولها لي، ما ينفعش اخدها ثقة. وده يمكن السبب ان انا طول عمري ما بحبش كتب الاحاديث، يعني لان انا مستحيل اتحقق ان الرسول قال الكلام ده، فيبقى انا على طول اترمت في الزبالة بالنسبة لي كل كتب الاحاديث. فلما يجي واحد يقول لك مثلا مهندس عدنان يجي يقول لك بص يا جماعة الايات دي القيمة العددية بتاعتها مش عارف 985 ولا، ويقبل القسم على 19 ولا، انت هتعمل ايه؟ هتقوم داخل الاكسس قرآن